اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، كنرحبوا بكم معنا من العاصمه الاسماعيليه مكناس. وهذه المره في موضوع اللي صراحه يعجز اللسان على انه يعبر ولا يقول شي كلمه في هذا الموضوع اللي غادي نشوفه معكم الان. واحد القصه مؤلمه ومؤلمه جدا ديال واحد السيده اللي كما كتقول هي الحياه كامله ضدي، بغات تزوج بغات تستر، لكن قدر الله ما شاء فعل. غنخليكم مع تفاصيل ديال هذه القصه اللي كتعيشها هذه الشابه الان، اللي هي كما كتقول 37 سنه ولات كتعيا ولات كتسخف ولات يعني كل شيء ولا فيها، وهالبنيه ديالها هزها في يديها مسكينه لا حول ولا قوه لها. الان وصلت لدرجه ان الحليب ما بقاش لاقيه ما تشرب بنتها، وصلت لمرحله انها الان جالسه غير محوزه عند الناس، نديروا كاع عدد الناس اخوتي غادي يهزوها واحد الاسبوع ولا كذا، فراه الله يحسن العوان حتى واحد ما كره. الان هي بالمنزل ديالها بكل شيء ليها، صدقت بلا حتى شي حاجه، ما كانتش باغا بحال هكا، ولكن اش غنقول لكم، قدر الله ما شاء فعل. غادي نشوفوا هذه القصه ديالها، وهذا الفيديو او هذا المباشر فهو للعبره كذلك وليس للمشاهده او للفرجه. فغنخليكم مع هذه الاخت هذه اللي الله يكون معها هذا الشيء اللي كنطلبوا. اختي مرحبا بك معنا على المباشر على قناه شوف تي في. خلي البنيه شويه لتحت عافاك باش ما تبانش عندنا، خليها تلقاها واخا يدك ضارك. واخا اختي عاودي لنا القصه ديالك وشاركيها مع خوتك المغاربه على قناه شوف تي في الان مباشره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. القصه ديالي هي قصه الصوت ديالك هبط غير ماشي مشكل. واخا القصه ديالي هي غريبه بزاف، اللي تعرضت للعنف، تعرضت للسحر، تعرضت بزاف، كاع اللي ضرب في الصحه ديالي وتدهورت، اضطريت كما تنقول كيوقع لي دابا فشل، ما بقاش حتى الصحه ديالي كما تنقول لا باش نخدم على بنتي ولا حتى شي حاجه. اللي تعرضت من هاد، يمكن لي نذكر الاسم ديال هاد الدوار هذا. فهمتي اللي هاد الدوار هذا اللي كما تنقول ألمني في الصحه ديالي، اللي هو تيقول له الخميس سيدي بوصبر على راسه. الخميس سيدي بوصبر. الخميس سيدي بوصبر، هذا هو اللي كان تعرضت لهاد لهاد الاكل من السحر والسموم اللي هي تسمت لي الصحه ديالي اللي غادا دابا غادا كتدهور. شنو وكلوك اختي؟ شنو انت دابا كتقولي هاد التوكال وهاد الشيء، واش مشيتي سولتي مشيتي قلبتي على راسك؟ لانه انا الصور اللي وريتيني راه ماشي هذه السيده اللي قدامي الان. مشيت سولت على راسي، تلقى راسي بعد اول ما كما تنقولوا اللي هو ما تنعرف بالله هو الغسل ديال الميت اللي كيسميو الماد الميت، اللي انا كما قال لا بابا لا بابا واعيه بداك الماء اللي شربوني ديال الميت. ملي تعرضت ملي اللي طرف المراه يمكن ذكرت الاسم ديال ديك السيده. لا بلاش 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 الخميس سيدي بوصبر على راسو، الدوار اللي كيتسنى بالعتامله، تعرضت مثلا نقول الماء الميت اللي هما شربوني. شربوك الماء ديال الميت؟ واش الماء اللي كيغسلوا به؟ الماء اللي كيغسلوا به. شربتيه انت؟ شربته انا. عارفه راه الماء ديال الميت؟ ما كنتش عارفه، ما كنتش حتى كنسول، ما كنتش حس حتى من ديك الساعه فاش شربوني حتى كل غدا كتدور. لا حول ولا قوه الا بالله. لا بابا لا لا اميره 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 زينب. كل غدا كتدور لي يوم من هذا. وبلا راسو كما تنقولوا اللي الشعر ديالي كله كيهبط. شكون اللي دار لك هذا الشيء؟ انا ما غاديش نقول كما تنقولوا الدوار، ما تنقولوا عكوزتي ولا غادي نقول شيخي ولا غنقول راجل، ما تنقول كندريهم من هذا الشيء هذا. انا تعرضت من لدوارهم، هاد الناس اللي هما جيرانهم فهمتيني. كان براني رحت لديك البلاصه براني، انا هما جباله وانا مكناسيه بعيده عليهم بزاف. ولكن انا يعني بحكم معرفتنا وغنخليك تكملي. جباله ناس طيبين، ناس ديال الاصل، ناس اللي شوف اخويا الناس اللي كانوا اي واحد كيعرف هاد الناس هادو اللي معروف، حنا كنعرف كاع الناس جباله كلهم حتى حنا واخدين منهم حتى حنايا عندنا، ولكن هاد الدور هذا اللي هو معروف راه اي واحد غيطلع في هاد الله يعرف هاد الناس شكون هما. هاد الناس هادو كما كنقول خميس سيدي بوصبر على راسهم دور العتامه، غيعرف هاد الناس المجرمين هادو اللي مازال كيتعطاو السحر، اللي مازال كيهلكوا الناس بالسحر. لا حول ولا قوة الا بالله. فهمتيني وفهمت اللي كنطالب انا اي راقي شوف الصحة ديالي ديال السموم اللي غادا كتدهور. فهمتيني اللي تصور لي كما تنقول لي عطبوني كما تنقول لي هي بنيتها في يدي ما قداش نخدم. لا يعقل بنت كما تنقول لك 37 عام ماني قادة نخدم على بنتي، ولكن فين هي الصحة؟ فين الصحة اللي غادي نخدم على بنتي؟ الناس صحتي كلها مشات غادا كتدهور بالسحر بالماد الميت. مرة كتوقع لك كي انسانة ميتة فشيلة. فهمتي بنتي كانت تلقاها من يدي، بنتي سبت لها في عملية كما قالت من هاد الغرزات اللي في نسالها مشالها. شناهي؟ هاد الناس هادو. شنو درتي؟ بنتي سبت لها في 8 الغرزات عملية في نسالها، قدرت الفشل اللي كان طلق. طلقتيها؟ طلقتها من يدي. هزها من يديك وطلقتيها؟ من يدي وطلقتها مشات.
الله. يعني تنقول اي راقي يعني كيشوف هذا اللايف هذا فهم يعتقوني، كنقول لك انا صحتي كلها غدا وكتدهور، راس حال الراس ديال الشعبيه كله كيهبط كيطيح. دابا نيت فهمتيني، دابا حاليا فهمتيني، يعني غدا وكنسوق كنصرف يعني على راسي، كنقول هاد الناس اللي كتبجوجه عندهم، واش نذكر الاسم ديالهم فهو عندي عادي. لا 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 داعي، الله يجازيك بخير فهمتيني، فهو الجوج انا مسؤول على هضرتي. لا لا الله يجازيك بخير، لا داعي لذكر الاسماء. كنقول لك هاد السيد التقاسم هذا هو خرج عليا، كنقول لك خرج عليا فهمتي، على راسي كنقول لك انا مثلا مجوجه في مدينه طنجه عاوتاني معاه هو النيت، تعرضت كما كتعرضت اخوت، واش كاين شي حد يعني كنقول لك يعني راك شتي بحال ديالي ديال ندير اليد ديالي غنشوف فهمتيني تشوفها، يعني هاد السيد هذا اللي ما غاديش ياخذ يعني حتى نهار الحبس. بلاتي بلاتي عافاك بلاتي هكا لا البنيه ما غاتبانش فهمتيني. حيدة بابا فهمتيني، نعم كما كتشوفوا معايا هذه هي الضربه، هذه هي الضربه يعني اللي مشات لي يدي كامله. وهاد الشيء هذا ديكلاريتي مشيتي عند ديكلاريت عندي الوراق ديالي، عندي كل شيء ديالي، وهاد ما خدا حتى نهار يعني ما خدا حتى شي نهار فهمتي، ما خدا حتى شي نهار من يعني من هاد الشيء هذا. انت تشوف يدي العصبه ديالي مشات، حياتي كلها مشات مع هذا السيد، على راسي كانت العين ديالي ضربه واحده اخرى في العين، ما عنديش شواهد ديال هذا الشيء فهمتيني اخويا. نعم فهمتيني، عندي الشواهد ديال هذا الشيء، لا يثبات عندي الشواهد ديالي. هذا اليد اللي كتشوف انت اللي كتشوف بعينك عطيني في 25 يوم، واش هذا السيد حتى نهار ما دوزو؟ ها العين ديالي ثاني عاوتاني فيها 26 يوم حتى نهار ما دوزو فهمتيني، حتى نهار ما دوزو. انا كلشي كنقول لك الملفات ديالي كل مازال في مدينه طنجه، كلشي تهمل فهمتيني، جريت حتى عييت، مشاو لي حوايجي، تلاحيت اللوطيل جلست فيه شهرين ونص. شحال جلستي في اللوطيل؟ جلست فيه شهرين ونص. ايه وهاد بلاتي غنسولك، هاد الراجل دابا انا راجلك فينا هو من هادشي كامل؟ ها في مدينة طنجة. واش كيقول هو في هادشي؟ شنو كنقول صافي لا حكاية، وكنا تنقول واحد البضاعة سلمنا ولاحها فهمتيني، سلمنا ولاحها. اختي ما توجهتيش، ما درتيش شكايات في هذا الباب، ما توجهتيش يعني كاين قضاء الاسره الحمد لله، كاين مؤسسات كاين جمعيات، ما قلبتي على في هذا الاتجاه هذا؟ لا شي حاجه، انت باش انت ما جبرتي حتى ما تاكلي صحتك الظهورات بالسحور، يعني ما جبرتي حتى ما تاكلي، لا راسهم حملت منه هو كما تنقولوا يعني يعني بقاعد جوجي، ماشي نقولوا بنت الحرام ولا شحال جوج بقاعد طيب كما كيتزوجوا الناس، زقت حامله بهذا البنيته يعني زقت انا يعني كما تقول ما كنت من وكل بنتي صحتي الضهور. وملي اتصلتي بينا اختي اتصلتي بينا على اساس انه حليب ما عندكش ما تشربي لبنتك؟ ما عنديش ما عنديش ايترو ديال السيترو ديال الحليب وحلتي فيه. السيترو ديال الحليب شي شهور الكرب تكبات عليا، ما عنديش كي غندير نخدم فهمتيني، ما عنديش اخويا كي غندير نخدم، واخا تعرض عليا الخدمه تقول كاين شي وحده ميته اكثر ما كاينش انسانه ميته فهمتيني، حيت خرجوا عليا يعني الشهور اللي كرات ركبات عليا، ما جبرتش ماشي غير نكون ماشي غير حدالي بوش لا حليب، انا كنقول لك سيمانه واخا. ومن هاد الضربه اللي ضربتي واش درتي شواهد طبيه؟ دفعتيهم للبوليس؟ دفعتي دفعتهم للبوليس وكل شيء. اها تيمشي قلت لك ما تقبضش نهار واحد. هادشي في طنجه؟ اه في طنجه. واخا وفي طنجه دابا باقا الدار ديالك تما؟ اه باقا الدار في طنجه، باقا الحوايجي تما، باقي كل شيء تمايا، يعني غير ماشي نقول دار ما عنديش الدار، عندي دور ديال الكري ديال الكرا، انا ما غير كاريه كاريه دارك الدار اللي كاريه اللي فيها حويجاتك وفيها باقي تما باقا في طنجه. نعم والاخوان العائله ديالك وهادي شنو كيقولوا من هادشي؟ ما اصلا هما الاخوان الاغلبيه كما يقول حتى يقول راسي راسي، وما كانش اصلا داخلين هاد الجواج هذا، ما كانش باغيين مع السيد. عرفتي حاجه حوزوا راسهم الثقه يعني تحملي مسؤوليتك انت اللي تعطيتي لهم تحملي مسؤوليتك. وانت النهار الاول انت اللي اختاريتي؟ بالفعل ما كنتش انا عايشه هنا، كنت عايشه على برا فهمتيني، انا كنت في الدول الخارجيه كيوا بنتي تيم، يعني الام ديالي توفات من 20 سنه، خاصني في راسي على الكم تعيش يعني كتخدم بالحلال فهمتي. بعد انا ليه هو هنا تعرفت عليه، انا باقا في الدول الخارجيه هو هنايا فهمتي، مثل راسو هو شي انسان يعني كان الانسان كما كتمنى في ذاك الراجل، هو كل شيء تيديره كان كاسر على ولده من العيوب فهمتيني، يعني كنعرف ما بينه وبين الله، ما كتكميش ما كتسكرش ما كيديرهم كاملين، يعني بحال هو كيسرو على ولده حتى تزوجت بهذا السيد، كيبان لهم انا راه يعني في الخارج راه عندي فلوس غادي نجي مع شنو غادي ندير له، كما ذاك الجواج كما تنقولوا كان يعني غير كان غنصب فهمتيني، كان غنصب. شحال عشتي معاه هو في الزواج؟ تقريبا 3 سنين. 3 سنين وانتم مزوجين؟ اه 3 سنين. سالات بهذا الحبل هذا؟ بهذا الحبل هذا، يعني فاش جيت تحيل لهنايا خص الدول الخارجية خص هو حاضر لهاد البنية ملي تولات؟ لا يعني عطاوه الطلاق وهي في كلشي، بس زيد بعدا شوف القانون كيفاش داير فهمتيني، عطاوه الطلاق فكي سيمانة، فهمتي سيمانة
جلست بالمحامي الواحد اخر، انا نعطيك واحد الاوديو غادي يسمع شنو غادي يقول هذا السيد. هذا اولا كان عندي حتى الاوديو ديال المحامي اللي كان من الطرف ديالو هو، الا كان مسموح يعني هنا يعني شنو نقول لك كتحمل المسؤوليه ديالك انت. خلي الله يدخل ما عنديش مشكل، هذه خلي نشوفي غنتمناو ملي غادي تدخل ان شاء الله السلطات ويدخلوا النيابه العامه على الخط ويستمعوا لك، غتسدلي لهم بما يفيد وعطي الدلائل ديالك وعطي داكشي المسائل ديالك كامله والشواهد كامله غتعطيهم للسلطات. من اللي كنتمناو انها تدخل على الخط وكذلك حتى الجمعيات ديال العنف ضد النساء. يعني تنطالب الحقوق ديالي كامله، تنطالب من الحموشي، تنطالب من الرجال الحموشي يدخلوا في هذه الملفات هذو. انا انسان، انا راه مواطن، انا انسان ما يمكنش نضيع في حقي كامل، ما يمكنليش فهمتي، ما يمكنش انا نضيع كامل لا صحتي مشات لي يدي مشات عندي باش نخدم على هذه البنت، ما يمكنش. لا بابا لا 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 بابا لا 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 اجي اجي كيفاش غادي نسكت نقول يعطيك في حياتك يعطيك يعني يجي لك من اللي وتحل لك الوراق ديالك يعطيك في حياتك يعطيك في كل شيء كي بضاعة سلت وتلحت ولكن كنطلب القانون ديالي يعادلو غير ما بيني وبينه كان صحتي يعني كنقول لك يعني بالسوم اللي وكلوني كامله مشات ليا صحتي كامله وزيد الاعمال واحد اخرين كنقول لك يا سيدي اللي ما باغيش يحبس لي الكوابيس يعني يعني كيصيفط لي حتى الرجال، الرجال كيصيفطوا لي في التليفون كل نهار كيصيفطوا لي 5 6 في الواتساب. علاش كيصيفط لك الرجال؟ يعني بغا يطيح لي في الفخ يعني هذيك البنت خصها تحيد فهمتيني على الله وعطيها تنحس. وهو دابا باغي البنت؟ المهم خصها ترفد عليه كما قال يعني النفق هذه البنت وداك الشيء خصها تحيد عليه ما تبقاش يعني فهمتي كل نهار كيخرج لي يعني بواحد اخر، اختي واش نديرو معاه، اختي واش تخرجي معانا، اختي واش تفعلي، كل نهار كيخرج عندي واحد. كيفاش واش زعما باغي نجروك زعما الطريق خايبه زعما باش الناس اللي قال لي شي اللي باش تحيد حتى البنت ما بقاتش حتى هذيك النفق يعني هذا الشيء كامل يعني انا ما حسيتش جات حقي فهمتي نفس البنت يحيدها لك بهذه الطريقه هذه باش ما بقات حتى شي حاجه تبعها. علاش وصلتوا لهذا انا السؤال اللي غنقول لك علاش وصلتوا لهذا الجحود كامل وصلتوا لهذا يعني وصلتوا لهذا انا قلت لك شنو يعني انا صافي كنقول والله بالله انا راه عندي فلوس ليه فهمتي راه بالله انا راه عندي فلوس غير اجي رجع للمغرب راه حنا باغيينك وكل شيء وكان كله غير نصب فهمتيني جيت لها كيقول لك لا خصك تشري لي طوموبيل صافي كنتي في دبي صافي خاصك ترجعي تجيبي الدار والطوموبيل وتجيبي الناس كيعرفوا دوك الناس كيعرفوا شنو داك الدوار بالضبط كنقول لك لا سيدي سيدي بوس برك خميس على راسهم العتاب كيعرفوا هاد الناس شكون هما فهمتي انا مبغيش يعني انا ما ربنا يكون كما تنقول الناس اللي مزيانين تما واشربها ما كاينش يعني العيال كل شيء كاين الخير وكاين الشر كاين الخير وكاين الشر ولكن راه اي واحد غير هذا الله غادي يقول لك دوك الناس شكون هما بالضبط فهمتي شكون هما بالضبط هاد الناس هادو فهمتيني. فمشاهدينا متابعي قناه شوف تي في وكنتمنى انه يتبارطاجا هاد اللايف على نطاق واسع باش هاد اللايف يوصل للمسؤولين والمسؤولين يدخلوا على الخط باش يحميوا هاد السيده هادي والبنيه ديالها اللي كتشفتوا معنا واللي يعني محتاجه لكل شيء. هاد البنيه الان ما عندها مسكينه لا هاد السيده كما كتسمعوها هي كتعاني مع هاد ما كاين واحد الاوديو ديالو كنتي تسمع تسمع ديال من هاد الاوديو اختي ديالو هو سمع العربيه عطيني شبرتي ساعه القحبه هذا راجلي لا 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 كاينه هضره خايبه كاينه هضره خايبه والله لا بغيتي تسمع كاينه هضره خايبه لا لا على المباشر منوع اختي منوع 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 كاينه هضره خايبه فلا حول ولا قوه الا بالله. حشومه الراجل يقول لمرته كاع حتى انا ما تفاهمتوش ولا ما وصلتوش الحل فكاين يعني ابغض الحلال عند الله الطلاق وكما كنقولوا ناخذوها بمعروف ولا نسرحوا بمعروف لانه النهار الاول تلاقينا خوت كما كنقولوا نتفرقوا خوت علاش غنوصلوا لهذه الهضره خايبه ولاش غنوصلوا لهذ المسائل الان اختي شنو المطالب ديالك؟ المطالب خليت نقول لك انا كنشوف الناس كما يعني شنو بغيتي شنو الرساله اللي تبغي تقولي للمسؤولين من خلال هذا البث المباشر؟ يعني الرساله اللي قال لي تنطلب اي واحد يتدخل اي واحد يتدخل لي بهذه الملفات هادو على راسي كنقول لك اللي انا صدقت مشرده في زناقي يعني مشرده في زناقي. انت دابا الان ما عندك فين تعيشي ما عندك فين تجلسي ما عنديش فين غنعيش. الرقم ديالها الاخوان هو اللي مثبت في الكومونتير راه كاين الرقم ديالها راه كاين في 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 لي كومونتير غتلقاوه 0654 المرجو انه يكون الاتصالات ديالكم ويكون البارطاج الله يجازيكم بخير. اخوان الدال على الخير كفاعله راه اللي دل على الخير راه حتى هو بحال دار الخير وحتى هو له نفس الجزاء لان هذه السيده خاص هذا الملف ديالها يوصل للسلطات المعنيه وكذلك يوصل لقلوب الرحمه والناس اللي ممكن انهم يقدموا لها يد العون ويقدموا لها يعني رمضان هذا. السيده مليوحه في الزنقه الان ما عندها لا بات ما تقدم لا ما تاخر زعما لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمنى ان الكل يبارطاجي حتى اللي ما لقى باش يعاون فيبارطاجي لان هذه السيده محتاجه العوين ديالكم خوتي. نعم قربي الميكرو عندك شويه اختي الرساله ديالك للمسؤولين الان. رساله شكرا كنقول يعني كما قال لي بغيت كما كنقول من دابا كما قلت نقول البنت ما عنديش ما نوكلها يعني تروح كيما عنديش
فهمتي لي عليك واش لا حليب لا ولا متقطع انا بالجوع ما عنديش مشكل ولكن لا ما تخافيش اختي بلاتي اختي ايه هي حدانا البنيه ما تخافيش شكرا لك وشكرا على الاهتمام ديالك نعم بغيت لي تعاون معايا اصلا شفتوا الكره تركبات عليا تما في نهار طنجة حوايج بقاو مزلعين تما يا النص داو الناس يعني هاد الكره الاول الكره الثانيه هما حوايج بقاو لي تما يعني مني مليحين بغيت غير نجي كما تنقولوا جمعي حوايج لا ترجعي بحال غير مدينه مكناس على الاقل ترجعي غير لمدينتك بعدا على الاقل ترجعي لمدينتك نو 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 تكون احسن يعني واخواني مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي كما سمعتوا هذه السيده اللي كما كتقول لكم الان فهي محتاجه اللي يساعدها ويقدم لها يد العون، اولا ترجع لدارها بعد اللي مخليه فيها حوايجها اللي باقيين مقبوطين بسبب انه ما خلصاتش الشهر لانها ما عندهاش باش تخلص 6 شهور ديال الكرا ب 1000 درهم الشهر يعني 6000 درهم بسببها هي حوايجها باقيين مقبوطين تما عند مول الكرا في طنجه الله يحسن العوان، كذلك كطلب التدخل ديال الهيئات الحقوقيه وكذلك السلطات المعنيه باش تدخل على الخط من اجل حمايه هذه السيده هذه، كنعرفوا اختي راه كاينه خليه ديال العنف ضد النساء في كل كوميساريه وفي كل ولايه، يعني واش توجهتي لهم تما في طنجه؟ لا لانهم حنا بعدا اونيفو هنا ديال مكناس كانوا تفاعلوا معنا في عدد من القضايا ديال العنف. كنقول لك هذا يلاه تقدم ذاك النهار اللي كان مثلا بدا الحوايج كنقول لك بدا الحوايج بكاس على الدص يعني 15 يوم اللي كنتفرج في الكارتون. كتفرش الكارطون ولا كنتفرج الكارطون البنت كانت عايشه في دبي اللي كانت الدار اللي كانت مفرشه بخمزات الملايين فهمتي اللي جا هو وخو ودو تقول لك سرقه ديال المراه والرجل ما كايناش اضطريت نفرش الكارطون 15 يوم وانا حامله بهذا البنت يعني ما رحمنيش ما رحمنيش يقول لما ترى يعني هذوك الترابي راه حامله راه مرا يعني راه ولادي كما بغيكون الحركه تبقى ولادي فهمتيني ما رحمنيش فهمتي لقيت الناس غير طنجه وداروا فيا خير مثلا شكون كيعيط لك؟ راه غيتصلوا بك الناس دابا واخا كنتمنوا الاتصالات ديالكم المكثفه الاخوان تعاونوا مع هذه السيده راه الان دابا حنا معاها راه مازال في الزنقه لدابا راه مازال في الزنقه في بنتها اللي عندها تقريبا شحال عند البنيه عام وشهرين مسكينة الرضاعة اللي كانت كتشرب فيها ها هي خوات ما بقى فيها والو الله يجازيكم بخير الاخوان حنا غادي حنا حاولنا انه نقربوا الصوت ديالها لكم ونعرفوكم على الحالة اللي كتعيش هاد السيدة هذه الان ما بغيناش تبقى مشردة في الزنقة الو وعليكم السلام ديري الهوت بارلور ديري الهوت بارلور نعم في الفيسبوك ديالي تشلعت الله انت دواء المغرب ودواء حل المغرب وتشلعت الله دائما على المباشر الان اخواني الاتصالات بدات كتوافد على الاخت الان ياك هذا السيد كان كيتفرج فينا ياك نعم عندي لا عندي بنيته وما كانش اخويا عندي هاد البنت يعني كنقدر بزاف د الحوايج ما يداروا عندي بنت عندي بنيت في دراعي اخويا ومريضه يعني كنقول لك يعني كما تسمع نعم انا الكرا كنت مدينه طنجه دخلت عليها الشهور ديال الكرا وطريت من مدينه طنجه نطلع نجي للمعون رجعت بحالي لمكناس يعني لا عندي بنت اخويا عندي بنت يلاه كترضى عندها دابا داخله في عينين عندي بنت يلاه كملت لي العام كنشكركم الاخوان صراحه كنتمنى الكل يتصل بهذ السيده الان وهذو هما المغاربه اللي كنتمناهم مدينه مكناس بنت الخير اخويا وبنت الناس ولكن يعني كنقول لك يعني قدر الله مع الناس هادو اللي يعني عطبوني في الصحه ديالي لا عند اخويا الام ديالي توفات من 20 سنه خلاتني بنت صغيره هادشي اللي كان اخويا والله العفو اخويا العفو العفو وخا الاخواني مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما كتابعوا الان كاين اتصالات اللي كتجرى الان مباشره على هذا المباشر الناس بداو كيتواصلوا مع الاخت على المباشر كنتمنوا اتصالاتكم تكون دعم يعني مادي ومعنوي لهذه السيده هذه اللي لقات راسها الان بوحدها يتيمه الام يعني الله يحسن العوان حاله يرثى لها وكذلك كنتمنى ان الكل يبارطاجي هذا البث المباشر الكل يبارطاجي بنت 80 عندك بابا اجي 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 جي 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 لا باقا صغيرة كنت البنت باقا في الرضاعة البنت يلاه عندي عمل يلاه كملت لي العام البنت باقا
ضروري تنقرا هادشي تعرضت له هو وصيف هادشي هذا وصيف هاد السحر في هاد الاكل اللي انا كليت يعني من الدوار ومن السموم على رسم الماد الميت يعني خرج عليا الله كما تنقولوا حليت له الله. نعم نعم انا كاش انا راه على رحمه له الطلاق انا ما كانش معاه مره لا الان بقى مكالمه مستمره. الاخت تخلي ممكن تخلي حتى من بعد تكمل الاتصال. كنتمنوا الاخوان يكون الاتصالات ديالكم نخليك يعني نخليك عافاك على هاد الهضره. هاد النمره هادي شوف هاد النمره هاد النمره هادي راه فيها واتساب يمكن لك تطلع الواتساب باش تعقل عليك. هاد المره فيها الواتساب طلع بها الواتساب. لا ولا قوة في الزواج دابا لا حول ولا قوة الا بالله. شنو قال لك اختي؟ طالب مني الزواج ولا شو هذا حمار الاخوان مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في فالسيدة راها كتعيش مشكل اللي هو مشكل حقيقي. الان ما عندها لا باش تعيش لا باش تهز راسها. وكنتمنى انه تكون اتصالات ديالكم اتصالات ديالكم يكون دعم اكثر من انه يكون يعني راه ما باغاش تزوج هاد السيدة هادي ماشي يعني ما غن اجي اجي بابا اجي بابا اجي بابا حيد الطريق 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 اجي بابا. فهاد السيدة راه ما باغاش تزوج واحد بغى يهز التليفون على جوج فانا ما بغاش نجوج سيفا نهائيا. فالله يجازيكم بخير الاخوان نشوفوا الجانب الانساني قبل ما انه هاد السيده راه ماشي هي باغا دابا خارجه معنا على المباشر باش غنعرضوا عليها الزواج وبلا غيعرض عليها شي واحد الزواج. فهي هي بسبب الزواج هي كتعيش معاناه حقيقيه الان. يعني نكونوا الله يجازيكم بخير كما كنقولوا كنفهموا وعارفين لا داعي انه نكونوا يعني نتعاملوا بهذه الطريقه اللي كنستغلوا فيها بحال هاد الظروف هادو. واش اللي باغا تزوج غتخرج اخويا في مباشر وهي يلاه كتعاود لك انها عايشه الويلات حياتها الان دمرات الجسم ديالها باقي الان كياكل كي في العصا وغادا تجي انت عاد تقول لها حقا راه باغي نتزوج ولا لا حول ولا قوه الا بالله زعما الله يهدي ما خلق الله يهدي ما خلق. اي الزواج مزيان الا كانت النيه الحسنه وباغي الناس تقدم يد العون نقدموا يد العون بعدا والشيء الاخر كيجي من بعد يجي من بعد. واش هاد السيده باقا مسكينه ما بقاتش تسيطر وتحليب ملاقيه باش تشريه واخويا وكنقولوا لها باغي تزوج زعما خوتي المغاربه بعض الناس بعض الناس الله يهديهم وبعض الرجال زعما اش غنقول لكم الله يهدي ما خلق وصافي الله يهدي ما خلق. بنادم كيغلب ما عرفت ما عرفتش غنقول لها كاع. اختي شنو الرساله ديالك اللي تبغي تقولي للمشاهدين والناس اللي كيشاهدونا الان واللي كنتمنى ان الاتصالات ديالكم تكون دعم دعم مادي ويعاونوا هاد السيده راه بالقليل ولا بالكثير. شي حد باغا يعيط غير كيما عيط هاد السيد هذا يعني ما كاين لاش غادي يعيط عليا تبان مجروحه خلوق فهمتي انا كنضربي كنقول السيده مسكينه باقا مجروحه باقا متاثره ضربي كنقول لك قربي الميكرو شويه عافاك اللي كيعرف هاد السموم اللي كنعرف هاد السموم يعني ديال السحر كنضربني في راقي يعني يدخل كما تربون يعني هكذا وكذلك كنطالب يعني بشي دكتور اللي غيدخل لي بيدي تعاودي العمليه لهاد اليد اللي انا باش نور نخدم على بنتي ما بقاش في هاد الفشل يعني كنقول لك تعرضت للضرب ديال يدي بشفره على رسم تعرضت كنقول لك لهاد السموم يعني كان اللي كيشوف هاد اللايف يعني كنقول شي كنطلب من الله سبحانه وتعالى يعني وتعاونوا معايا على هاد البنت كنقول انا كنقول لك سير روحي ما بقيتش الحليب لبنتي نشربه ما كنطلبش ان ماشي انت اللي تدخل معايا وتقول انا راه باغا نتزوج في هاد اللحظه هادي حسبي الله ونعم الوكيل. وانا السيده دابا واحد كيتشكى بالعقر وواحد كيقول ليه كي دايرين الدراري هذا هي المثال ديالها. والله يهديكم اخوتي الله يهديكم نعاونوا السيده بعدا ونقدموا لها يد العون. راه السيده باركه في الزنقه راه السيده باركه هي وبنتها لا كنعرف انا واحد الانسان بقى فيه واحد الشخص وباغي يعاونه وتاثرتي بحالته فنقدم ليه يد العون يد مساعده. واخا شنو خاصك اختي فاش واقفه ومن بعد عاد نشوفوا ديك الساعه تقاد لها النفس ديالها وتقاد لها. والسيده شاربه كاس ديال الماء ديال الميت ديال الغسيل ديال الميت وانت جاي غتقول لها تزوجي فلا حول ولا قوه الا بالله الله يهدي ما خلق. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي اسمحوا لينا الا كنتنقلوا بزاف لانه معنا البنيه الصغيره خاصنا يعني ما خاصهاش تبان كنعتذروا. نعم خويا مبارك الله لا حول ولا قوه الا بالله. والناس الناس ولا ما عرفتوا القرع في مشيط الراس ولا ما عرفتش كيقول واحد المثل المغربي غنولي حديد دان انا في هذه اللحظه هذه. والله العظيم هذا الشيء كي 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 يعني كيطلع الدم. كنتمنى انه الناس تواصل مع هذه السيده. هذه الحاله هذه راه ما درناهاش الفرجه كما قلنا في الاول قلنا درنا هذه الحاله
دوزنا هاد السيده معاكم باش يوصل تاخذ حقها. خلي اختي الميكرو مقاد باش تاخذ حقها اولا، وباش انه يكون اذا كان شي راقي ولا شي واحد شي انسانه مؤمنه وبغات تدخل على الخط وعندها يعني كاين كيفاش تعاون هاد السيده تحيد هاد السحور ولا هادشي اللي كتقول هي شاربه. لانه ملي كتقول شار السيده شاربه الماء ديال الغسيل ديال الميت، فراه الناس اللي عارفين والناس اللي عارفين بحق هادشي غادي يقدروا يكونوا عارفين الوضعيه ديالها الان. فراه الشعر ديالها كيطيح، الصحه ديالها غادا وكتنهار نهار على نهار. هاد السيده واحد النهار تقدر تخلي بنيتها هكا يتيمه وتعيش هي يعني ما واخا هاد البنيه والله اخوتي ما تستاهل واحد الضحيكه وواحد الابتسامه اللي يعني نبغيوها لجميع اطفال العالم. اختي نرجعوا لرسالتك الاخيره يعني، وانا كنعتذر نيابه على هذا السيد هذا يعني. الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، ما ديريش في بالك. نتمنوا من الله انه الناس ان الرقم ديالها اللي وضعناه تما اخوتي ان الكل شيء يتواصل، كل شيء يتعاون مع هذه السيده هذه، كل شيء يقدم لها يد العون. الله يجازيكم بخير، راه الله والله ما غيضيع الاجر ديالكم، وحنا مقبلين على شهر رمضان، راه هذا هو الحج اخوتي. راه الناس اللي باغا تعاون وباغا تأدي يعني يعني تقوم بالواجب، فراه هذا هو الحج. ولا لا يطيح شي واحد في هذا المأزق، لأنه هذه الحياة اليوم عندي وغدا عندك. بلاتي يا بابا، بلاتي بلاتي هبطيها. دائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي مازال في انتظار اتصالات ديالكم وفي انتظار الدعم ديالكم وفي انتظار انكم تكونوا يعني جنب هذه السيده. الاسم ديالك اختي بعدا ما بغاش تذكر الاسم ديالها، داكشي علاش انا ما بغيتش نذكر الاسم ديالك لانه احتراما لك. اجا بابا اش 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 هاك هاك اش اش زيد 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 هاك يا هادي يلا خذها زيد 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 عندي. كما كتشوفوا اخوان ديالي فالرضاعه ها هي خاويه في انتظار انه يعني يدخلوا الناس. هاد السيده من هاد الليله ما عندها مسكينه فين تبات، من هاد الليله ها انتم كتشوفوها جالسه في هاد البلاصه هذه في هاد الخلا، محتاجه الان دعمكم، محتاجه تواصلكم. الرقم اللي وضعنا لكم تما راه فيه الواتساب، فيه النمره ديالها، تواصلوا معها مباشره. والله والله سبحانه وتعالى ما غيضيعش الاجر ديالكم، لانه هاد السيده اللي دار فيها الخير واللي بغى يجي عندها، حتى اللي بغى يجي ها هي الان في مكناس، راه الرقم عندكم يتواصل معها ويتلاقى معها ويقدم لها داكشي اللي قد عليه. راه الله ما غيضيعش اجر المحسنين. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كلمه اللي تبغي تقولها للناس اللي كيشوفونا الان. قربي الميكرو شويه عندك. واحد مثلا يقول مثلا الا كان شي تيسكن يعني انسان غير يعني غير مسدوده ولا انسان اللي يدير فيه غير واحد الاجر كما تقول واحد العام، غير واحد العام على الاقل، واحد العام كما قال حتى نرجع كما تنقول الصحه ديالي بعد كما قال تشافى ونحيد من هاد الكراوات. هذه الرساله كما قال ديال الرساله ديالي. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، ما بقى لي إلا نقول لكم أجركم عند الله. حتى الناس اللي كيشوفونا تانتوما خوتي أجركم عند الله، حاولوا تبارطاجيو، الله يجازيكم بخير. هذه حسبوها تانتوما صدقة عليكم الكل، أنه يقوم بال 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 يعني يقوم بالواجب مع هاد السيدة هذه اللي محتاجة الدعم ديالكم، لا المادي ولا المعنوي، ولكن ما محتاجاش اللي غيجي يقول لها واش تزوجي أخويا، واش ما بقاوش حداكم بنات دربكم، ما بقى عندكم حتى وحدة في العائلة ما مزوجاش. بانت لك هاد السيده هادي، والله العظيم الا فقستيني انا بعدا بالله، والله الا عصبتيني انا بعدا تعصبت في بلاصتها. لا حول ولا قوه الا بالله، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الا كنتي كتسمعني الان، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، على اساس انك لا تزوجتيها غتخرجها من. لا حول ولا قوه الا بالله، درنا كل شيء ما بقى لنا الزواج. السي الحسين الادريسي، السلام عليكم. كاين واحد الفقيه حيد السحور، خويا راه النمره عندك ديال هاد السيده، تواصل معها مباشره والله ما غيضيع الاجر ديالك. خذها عنده وعتقوا هاد السيده، راه شعرها الان كينسل، هاد الشعر هاد السيده يوميا كطيح. ورنا الصوره ديالك كما كي كنتي، وري باش الناس تيق وتعرف شنو كاين. عرفتوا هاد السيده كي كانت الاخوان؟ فراه العجاب انا ما عرفتهاش، انا ما 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 جاتني يعني كاين تغيير بزاف. اجي بابا اجي 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 الزين اجي اجي البنيه، والله الا حشومه خوتي هاد البنيه تبقى بحال هكا، والله العظيم الا حرقت لنا القلب ديالنا في هاد اللحظه هادي، والله العظيم الا حشومه هاد البنيه تبقى بحال هكا في الزنقه. شوف هاد السيده كي كانت، شوف كي كانت وشوف الان كي ولات، فيعني تزادتها 30 عام ولا 20 عام اللي تزادتها في السن ديالها، فلا حول ولا قوه الا بالله.
نعم راه النمره ديالها كاينه، الفتى المتواضع كاينه، الرقم ديالها راه موجود عندكم، الرقم ديالها راه موجود، راه باقي عندك تمايا. ممكن انك لا بابا لا 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 حيد 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 يا بابا، حيدي حيدي حيدي، اجي معايا اجي معايا الزينه، اجي معايا بيبي، جي 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 جي. لاصق على ماما. واخا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، في انتظار الدعم ديالكم، في انتظار ان اللي حرقتني اللي حرقتني هذاك الدوار، انا كنت باغا يعني باغا هذوك الناس اللي تعرفوا فهمتي، انا اللي كنت باغا نعطي الاسم ديال دوك الناس، باغا نعطي لا انت شوفي اختي الاسم ديالو غتعطيهم السلطات الامنيه، الاسم ديالو ما تعطيه السلطات الامنيه. شوفي اختي الا داير شي واحد ذنب ودير شي مخالفه قانونيه فغيتحمل العقوبه ديالو امام القضاء. كاين الحمد لله المؤسسات القضائيه والمؤسسات الامنيه، وحنا الحمد لله راه ما تنسيش يلا يعني كاينه منظومه منظومه قانونيه اللي كتعرفي انه العنف ضد النساء، فراه يعني من انطلاقا من صاحب الجلاله الله ينصره الى حتى البنت باش حكموني عليها في المحكمه، نذكر حتى يعني هذه البنت باش حكموا لها النفقه ديالها، ممكن الا كان ممكن. نعم نعم هذه البنت اللي شحال عطاوها في النفقه؟ عطاوها هو 500 درهم في الشهر، 500 درهم في الشهر، 500 درهم في الشهر، خاين لا واش هذه ديال الحليب ولا ديال الكوش ولا ديال الكيرة، لا عيد لا مناسبات لا حتى شي حاجه لهاد الدريه. حق هاد الدريه حتى حاجه يا بالله عليا، واش 500 درهم قاده هاد البنيته يعني كما تنقولوا في الشهر الحليب؟ ما حاولتيش تشوفي الطبيب كما قال عثمان على قبل داك السم اللي شاربه؟ يمكن تخوي ما عنديش باش غنمشي لها. ودابا داك السم باقي في ذاتك؟ باقي عاد كنقول لك كيو كنقول لك هذا كيو انسانه ميته، كنقول لك بنتي طلق لي من يدي سبب ثلاث ست الغرزات، يعني كنقول لك في عمليه ديال سنه. اش 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 يعني البنت يعني كيعيش كان كيعيشوا لي غير الجيران، هما اللي كيصبروا لي ليها، هما اللي كيسرولوها، هما كل شيء. تعرفنا تنقول كإنسانة ميتة ميتة، إنسانة كتجبد فهي ميتة في الأرض. فما بقى لي مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي في القصه ديال الاخت، هي عرفتوها كامله، عرفتوا الواقع اللي عايشه فيه. اين هو الرقم؟ الرقم خويا راه مكتوب بشوف تيفي اون ديريكت، راه غتلقاه في الفوق اخويا، قلب في هذا البث المباشر غتلقى الرقم. والاخوان الله يجازيكم بخير، اعطيني الرقم ديالك نعاودوه، ماشي مشكل نعاودو الرقم 06، كلشي كلشي اكتب معايا، كلشي اكتب معايا هذا الرقم هذا الله يجازيكم بخير، 06 54 28 13 83، كلشي يكتب هذا الرقم 06 54 28 13 83. نعاودوا مره اخرى الاخوان كلشي يكتب الرقم ديال هذه السيده، راه فيه الواتساب فيه كلشي، 06 54 28 13 83. سمحوا لنا الا كنديروا الصوره بحال هكا على قبل البنيه الصغيره باش ما تبانش معانا، 06 54 28 13 83، هذا هو الرقم ديال السيده. الله لا يضيع اجر المحسنين، وكذلك الدال على الخير كفاعله. نتمنى من الله انها ان الناس تكون يعني تقدم يد العون والمساعده لهذه السيده. بعد قليل غادي يظلم الحال على هذه المراه هذه، الله يحسن العوان، فين غادي تبات؟ فين غتبقى هي والبنيه ديالها اللي ما فيش السن ديالها سنه؟ فكنتمنى كنتمنى خالصا من الله سبحانه وتعالى انه يلقى تلقى القلوب الرحيمه والناس تبارطاجي على نطاق واسع، باش هذه السيده يوصل هذا الميساج للمسؤولين وتدخل النيابه العامه مع على الخط ديال هذا الاعتداء وديال هذا العنف اللي تمارس على هذه السيده هذه، وكذلك حتى المحسنين يوصلهم الحاله ديال هذه المراه هذه، لانها الان كتعيش وضعيه مزريه ولا انسانيه بصراحه، الان مرميه في الزنقه، ما لاقيه لا ما تقدم لا ما تاخر. نعم اختي كنطلب بلاصه واحده اخرى، انا اللي بغيت نخرج نتعرف هذه السيده هذا فهمتيني، بغيتي تعرف هذه السيده هذا اللي انت قلتي دار فيها هذه الحاله هذه، كنطالب الله يخليكم يعني بلايف واحد اخر فهمتيني، خصو يتعرف هذا السيد هذا فهمتيني، خصو يتعرف هذا السيد، خصو يبان، خصو يتعرف. اختي ما يمكنش نقول لك علاش ما يمكنش قانوني بلاتي. مشاهدينا سيري 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 جيب البنيه، سيري جيب البنيه، سيري جيب البنيه، جري 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 جري. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، ما بقى لي الا نقول لكم كنتمنى انه الكل يتدخل والكل يوضع صافي بزاف، الكل انه يقدم يد العون. اخويا عثمان راه السيده الان دابا في الزنقه، باقي الان في الزنقه راه هي والبنيه ديالها،
اش غادي نقول لك، ما عندها لا ما تقدم لا ما تاخر. الان كنوجه النداء للجهات المسؤوله انها تدخل على الخط ديال هذه السيده هذه، لا السلطات المحليه هنا بمكناس ولا كذلك السلطات الامنيه، من اجل باش يعرفوا تفتح تحقيق في هذه الواقعه اللي وقعت لها. ومن غير هذا كنطالب الدعم ديالكم نتوما خوتي المغاربه، نتوما اللي كتشاهدوني، انكم تقدموا لها يد العون، لا هي ولا الابنه ديالها اللي الان يعني محتاجه المسانده ومحتاجه للدعم ديالكم. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، ما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في انتظار التدخل ديال هاد الناس، وحنا غادي نوافيكم بالجديد وتطورات في الملف ديال هاد السيده اللي تم الاعتداء عليها، والان هربات من مدينه طنجه وجات لمدينه مكناس، يعني قربت من الاسره ديالها ومن العائله ديالها باش ما تعيش نفس المعاناه. ما بقى لي اخوتي الا نقول لكم الله يجازيكم بخير، وهذه قصه انسانيه، وعندك اختك، عندك امك، عندك يعني عندك 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 وليه في الدار، عندك امراه، ما غتبغي حتى شي واحد ما غيبغي امراه تبقى في هذه الحاله، وهي مسكينه اصلا هاد السيده مهلوكه، وتخيلوا اخوتي انها شاربه الماء ديال الميت. رانا كنقول باز لهاد الناس، باز لهاد الناس، اش من ايمان عندهم، واش من دين عندهم، واش من عقيده كيامنوا بها اللي كيقدر يادي خوه مسلم وتشرب للسيده يعني الزوجه ديال الابن ديالك ولا كيما بغات تكون تشربها الماء ديال الغسيل ديال الميت. لا حول ولا قوه الا بالله. لا زعما هاد الناس راه واش غتعرف، واش عارفين انه اخرها حساب، واش عارفين ان اخرها قبر؟ راه لا، انا ما كنتصورش بحال هاد المساله. انا راه فاش قالتها لي راه ما تيقش الاخوان، راه ما تيقش انه هاد السيده غتشرب الماء ديال الميت. وانا براسي واش كنقول لها واش انت ما حسيتي، ما تبننتي، ما حسيتي بشي مذاق؟ ما قالت لك تخلط لي داك الشيء وعطاو لي وبقيت كنشرب فيه، ما عرفتش حتى من بعد عاد عرفت ان راسها شاربه الماء ديال الميت. في انتظار التدخل ديال المساعدات والتدخل ديالكم والاتصالات ديالكم مكتفه، الله يهدي ما خلق، واللي ما اللي ما اللي ما اش غنقول لكم، اللي غادي يقدم يد العون المرجو يتصل، اللي غادي يعيط غير باش يتفلى ولا باش يتصاحب ولا باش يقول لها الزواج ولا باش هذوك المكالمات. اخويا غنقول لك احتفظ على ديك البركه اللي عندك، ذاك الكراتوي اللي عندك اللي عاطيها لك لوبيراتور ديال الكومينيكاسيون، اخليها عندك تفرجها في فيديوهات ولا دير شي حاجه اخرى، ولا عيط على الوالده ديالك بعدا دي غرضه. انا غنقول لك عيط غير للام ديالك غترضي عليك، كاع ما تعيط لبنات الناس تقول لهم باغي نتزوج باغي ندير باغي ندير. هادشي اللي غنقول لكم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كنتمنى التدخل ديالكم والعوين ديالكم لهاد السيده هادي اللي هي الان كما كتشوفوها واقفه، حنا خليناها بعيده علينا باش على قبل البنيه ديالها باش تشدها. الان كنتسنى التدخل ديالكم العاجل مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، وكنتسنى التدخل ديال السلطات وكذلك السلطات الامنيه باش تحمي هاد السيده وتقدم لها الرعايه اللازمه، لانها هاد السيده محتاجه الطبيب ومحتاجه الفقيه ومحتاجه الراقي ومحتاجه كل شيء، محتاجه المحامي، محتاجه لاي حاجه اللي ممكن ترد لها الاعتبار وترد لها قيمتها. راه الان كما كتشوفوا جسد بدون روح، لانها كتقول لك انا ما بقيت كنحس بوالو ما بقيت كنعرف والو. واش تخيل بنادم غيطلق بنتها طلقتها من يدها، تسبات لها مسكينه فانها عضات اللسان ديالها ودارت لها ست الغرزات في اللسان ديالها، لانه ما يعني القوة ديالها ما بقاش قاده باش تهز البنيه، ما بقاش عندها الجهد باش تهز. صافي السيده بدات كتخوى من الداخل. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، قربناكم من القصه، ما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، من مكناس من العاصمه الاسماعيليه، في انتظار الفرج وفي انتظار الافضل والاحسن. ونتمنى هذه السيده الان يعني امانه عندكم، امانه عند هذه القلوب اللي كتشوفنا، كنتمنى القلوب الرحيمه، وحتى اللي ما قدش يعاوني بارطاجي 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 بارطاجي، غنعاود نقولها راه البارطاج راه نقدر نقول لك راه من الدال على الخير كفاعله. هذا هو اللي غنقدر نقول لكم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، استودعكم الله، الى اللقاء.